واحد بيقول هل انجيل برنابا صحيح ام خطأ؟ طبعا ده مزور، كتاب مزور، وفي دائرة المعارف العربية الميسرة التي أشرف عليها أستاذنا الدكتور أحمد شفيق غربال كتب عن إنجيل برنابا أنه إنجيل مزيف وفيه أخطاء تاريخية وجغرافية لا تخفى عن القارئ. ونفس الإسلام لا يؤمن بأن في إنجيل نزل على برنابا، مش موجودة دي في القرآن. إنما المسلمون يؤمنون بإنجيل نشره عيسى ابن مريم، وكلمة برنابا غير موجودة على الإطلاق في القرآن. فالمسلمون الحقيقيون يرفضون إنجيل برنابا. وأتذكر أني قرأت مقالا للأستاذ عباس محمود العقاد قال عن إنجيل برنابا ده أن إنجيل مزيف ولا يخفى ذلك عن أي مسيحي أو يهودي أو مسلم يؤمن بدينه. وأنا فاكر أني كتبت عدة مقالات نشرت في جريدة وطني عن هذا الإنجيل المزيف، أبقى أطلعه لكم ككتاب فيما بعد. وفيه خرافات لا يقبلها عقل، خرافات يعني كلام مش ممكن أبدا يقبله عقل. يا ريت أطلع لكم الكتاب ده يبقى كويس.